إذن انتقل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من معبر رفح إلى مطار العريش، والآن وصل إلى مطار العريش كما توضح هذه الصورة لنا، وعلى ما يبدو أنه سيلقي كلمة، نستمع إليه. قلبي متأثر مما رأيته. رأيت العديد من السائقين، أكثر من 100 شاحنة موجودة منذ أيام، ينتظروا إمكانية العبور، وهي ضرورية لأجل حياة أهل غزة، لإمدادهم بالمياه والطعام والدواء وكل شيء يحتاجوه. وفي نفس الوقت حين تكون الشاحنة عالقة على الحدود، فإن أهل غزة في موقف صعب، الأطفال والأمهات وكبار السن كلهم هناك بلا كهرباء ودواء وماء. لذلك يجب أن نقف تلك الأمور المأساوية، يجب أن نتحرك ونحرك تلك الشاحنات بأقصى سرعة ممكنة من مصر إلى غزة. كان هناك إعلان من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل أنه سيتم السماح بمرور المساعدة الإنسانية، ويوجد اتفاقيات بين كل مصر وإسرائيل بخصوص هذا الأمر. ولكن علينا أن نتغلب على كل العراقيل الموجودة وأن ننخرط بشكل أكثر تفاعليا مع الأمريكيين وإسرائيل حتى نستطيع أن نحرك تلك الشاحنات. ومن المهم أيضا أن نستمر في دعم هذه الأمور ومزيد وإحضار مزيد من الشاحنات والسماح لها بالمرور. ومن ناحية أخرى لابد أن يكون هناك توافق عملي وجدي. لقينا العديد من الشاحنات هناك يقوم بقيادتها مصريين، يجب أن ندرك أهمية المؤسسات المصرية وما يبذلهم من جهد من أجل وصول تلك المساعدة إلى غزة. هذا أمر هام بالنسبة للأمم المتحدة، ومن المهم أيضا أن يكون هناك وقود في الناحية الأخرى حتى نستطيع أن نوفر لهم المساعدة الإنسانية التي يحتاجوها. في هذا الوقت هذه حالة حرب وفي منطقة حرب، ولهذا طلبت لوقف إطلاق النار الإنساني، لأننا لا نريد أن يعاقب أهل غزة مرتين، مرة بسبب الحرب ومرة بسبب غياب المساعدة الإنسانية. وقف إطلاق النار الإنساني سيسهل الأمر ويجعله أكثر أمانا ويجعل وصول المساعدة أكثر أمانا. قررت مرارا وتكرارا أن الهجمات البربرية من قبل حماس يجب هي أيضا أن يتم التعامل معها ونادد بها، ولكن لا يجب أن نقوم بعقاب جماعي لأهل فلسطين. من المهم احترام القانون الدولي، ومن المهم أيضا احترام حقوق المدنيين، ومن المهم أن نسمح بمرور تلك المساعدة الإنسانية إلى غزة.